مشاهدينا نحييكم من جديد. الأسئلة الحساسة التي نوهنا عنها والمتعلقة بقضية توفيق عكاشة من هذه الأسئلة: هل تدخلت السلطة أيضا في عملية إسقاط العضوية؟ بمعنى أنه بالتأكيد في جانب موضوعي، في ناس كان عندها أسباب موضوعية تتعلق بجملة مواقف توفيق عكاشة في الأسابيع الأخيرة الماضية، لكن كمان بالتأكيد في هذا التساؤل سيظل مثارا: هل السلطة أيضا اعتبرت أن توفيق عكاشة أصبح عبئا عليها فساهمت في التخلص منه؟ كمان في أسئلة متعلقة بهل بعض الذين تخلصوا منه كان عندهم مواقف شخصية في تصفية حسابات؟ ده كمان لا ينفي وجود الأسباب الموضوعية اللي بتحدث عنها. هناقش كل هذه الأسئلة مع ضيوفي داخل الاستوديو ما بين مؤيد ومعارض، يعني اللي معايا بعضهم أيدوا إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، وفي عندي حد ممثل للذين رفضوا إسقاط العضوية، وعندي كمان من يمثل الذين تحفظوا، يعني أخذ موقفا وسطا، لا هو أيد ولا هو رفض. هبدأ بالذين أيدوا إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة: الدكتور محمد سليم، عضو قائمة في حب مصر وإئتلاف في حب مصر. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك والسادة المشاهدين. معايا أيضا الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. دكتور محمود أهلا بيك. أهلا وسهلا. أستاذ على الجانب الآخر من الذين رفضوا الأستاذ عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار. أستاذ عاطف أهلا بيك. والدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، وهو أخذ موقفا وسطا يعني تحفظ. دكتور محمود أهلا بيك. أهلا معليك يا فندم. أهلا بيك. طيب خليني أبدأ على طول دكتور عاطف يعني هبدأ بيك أنت. ليه رفضت إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة مع أن أنا عندي 465 نائبا فاقوا التلتين ب 65 نائبا على الأقل أيده، وكان في حالة تكتل من عدد كبير من النواب، لماذا أخذت هذا الموقف؟ الحقيقة طبعا يمكن أنا أول من رفض إسقاط الأدوية، لأن أنا كنت رقم 24 وأول من قال لا الإسقاط الأدوية لعدة أسباب. أولا توفيق عكاشة من الوهلة الأولى وهو بيثير الجدل داخل المجلس من أول جلسة إجرائية بعد ما خلص الجلسة الإجرائية لمجلس نواب 2016، طلع على البرنامج بتاعه وطالب بحل مجلس النواب، زايد في اليوم الثاني وقال انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم الثالث على طول داخل القاعة وتهكم على طريقة إعطاء الكلمة وخاطب رئيس المجلس بطريقة نابية احنا كلنا رفضناها. إذن هو عضو مثير للجدل ومثير للبلبلة. اتفاجئنا بجلسته مع السفير الإسرائيلي، اتفاجئنا كمان بالكلام اللي دار في الجلسة أثناء استضافته للسفير الإسرائيلي. كل الكلام ده يعني ما يديناش الحق ان احنا نتجاوز على الدستور ونتجاوز على القانون ونتجاوز على اللائحة اللي اتعملت بقرار بقانون. اولا الدستور لم يتكلم على إسقاط العضوية الا في مادة واحدة وهي المادة 110. لما نيجي نتكلم في المادة 110، يعني القصة مش توفيق عكاشة، يعني انا مش مع توفيق عكاشة، ولكن انا ما انت وضحت انك انت حتى كنت رافضا لجملة مواقف بالظبط متعلقة بتوفيق عكاشة، لكن عند إسقاط يعني العضوية انا اكثر من تهكم على توفيق عكاشة. ويمكن لما كنت معاك في الحلقه اللي فاتت انت قلت لي انت واخد موقف منه، قلت لك لا هو يعني مثير للجدل. الحقيقه الماده 110 بتتكلم عن انه لا يجوز اسقاط العضويه الا في ايه؟ ثلاث حالات. الحاله الاولى اللي هي ايه؟ فقد الثقه والاعتبار. الحاله الثانيه فقد احد شروط العضويه. الحاله الثالثه اللي هي ايه؟ الاخلال بواجبات العضويه. الحقيقه انا ما شفتش الثلاث حاجات دول يعني انطبق على توفيق عكاشة حاجة منهم. تيجي بقى
للمادة 6 في قانون 46 اللي على أساسه تم انتخابنا في إسقاط الأضوية، إن أنت تفقد أحد صفات الأضوية أو إن أنت تحول الصفة بتاعتك من مستقل إلى حزبي أو من حزبي إلى مستقل، دي مش موجودة في توفيق عكاشة. نيجي للائحة بقى اللي إحنا لسه حطيناها واللي وافقنا عليها مبدئيا وبنناقش موادها لحد، يعني إحنا وقفنا لحد المادة 300. دلوقتي إحنا استخدمنا بقى أي مواد؟ المواد المتعلقة بإسقاط الأضوية بتبدأ من المادة 389 وتنتهي بالمادة 392. الكلام بتاع الأربع مواد دول ما طبقناش ولا جزء إجرائي منهم. أول حاجة إحنا عملنا إيه؟ المجلس رأى تشكيل لجنة خاصة تقوم بمثابة لجنة القية. اللجنة دي انعقدت وقعد معها النائب السابق توفيق عكاشة ووجهت له عدة اتهامات وهو أقرها كلها، أقر كل الاتهامات. اللجنة دي جت لنا النهاردة القرار بتاعها، خلصت اللجنة إلى أن يتم وقف أو حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور جلسات مجلس الشعب دور انعقاد كامل. كامل. خلاص؟ أنا دور انعقاد كامل ده يعني حوالي قد إيه؟ سنة. 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 وخلاص وكلكم يعني كنتوا ارتضيتوا بده؟ لا أنا ما كنتش راضي. ما كنتش راضي كمان. أنا ما كنتش راضي، أنا قلت للدكتور علي عبد العال. حصلش. قلت له يا دكتور علي إحنا راضيين بالسنة بس عايزين حاجة واحدة. تانية ان احنا نرفع عنه الحصانة خلال السنة دي. ليه؟ لو عليه اي اجراءات قانونية الدولة تعرف تتعامل معاه وما ترجعش لينا كمجلس وتتعب نفسها. يبقى احنا كده ايه؟ برؤنا من ان احنا نخالف الدستور والقانون. طيب بس تكتل النواب ورفضوا ده، قالوا اسقاط العضوية. اتفاجئنا اصل قصة مش تكتل النواب. يعني النواب تقول لك اسقاط عضويه بما يخالف الدستور وبما يخالف مواد اللائحه. مين اللي قال؟ انا اقول يعني انا اقول مين اللي قال الكلام ده حضرتك؟ انا هقول لك انا سكت حضرتك دلوقتي بقى. انا هقول لك انتوا خالفتوا. انا مش مع توفيق عكاشة، انا ضده وانا اكتر واحد. انا هرد على حضرتك ان الكلام ده. انا هقول لكم احنا خالفنا اللائحه ازاي وفين. مفيش ولا مخالفه واحده. يعني خالف الدستور وخالف اللائحه. اول مخالفه ولا مخالفه واحده. اول مخالفه في المادة هنجيب المواد وهنقرها لكم. حافظها يا بيه. حافظها؟ ده بالمادة 392 بتقول ايه؟ انت بتتكلم على اللجنة الخاصة. بتتكلم في اللائحة على اللجنة الخاصة. ان لا يجوز اللي عامل لجنة خاصة. انت عملت لجنة خاصة ولا لا؟ لا يا بيه. لا يجوز عمل لجنة خاصة في وجود اللجان النوعية. يا باشا لا. المادة واضحة. احنا ولا عندنا لجنة تشريعية. يا استاذ الفاضل يا دكتور يا سيادة النائب يا سيادة النائب. احنا كنا النهاردة المفترض ويوم الأحد اللي جاي نخلص من اللائحه ككل. كانت تخلص النهارده كمان وكان انتخابات اللجان على طول. لم يسقط اليوم. المواد نفسها قالت لك ايه؟ بتدي للنائب اللي هتم اسقاط ادويته بعد اقتراح ممضي من ثلث اعضاء المجلس ويتم اختار العضو اللي هيسقط ادويته خلال 5 ايام او خلال 10 ايام. مديله فرصتين، اول 5 ايام وتاني 5 ايام اذا لم يعلم. وبعد كده هو جه وحضر. وبعد كده يحضر الجلسه العضو للدفاع عن نفسه او يحضر هو ونائب يعاونه. حتى انا كنت داخل بتعديل في الحته دي في قصه المعاونه. ما حصلش الكلام. طيب. ده كله خالص. خلينا عشان بس الناس تبقى معانا. ما واحده واحده يا جماعه بس. انت ما هو ما هو احنا انا اتكلمت عن مخالفه بس انت بتقول انه لا ده مش تكتل. انت هنا يعني واضح من كلامك انه في عمليه اسراع. ايوه بالتخلص من توفيق عكاشة. في عمليه استعجال. ايوه يعني هنا وكأن هناك طبخة طبخت في الخارج. يا جماعة لازم تخلصونا من توفيق عكاشة. في اسقاط العضوية عن توفيق. ما انا عايز اسمع بس يا جماعة. انا عايز اسمع. خلينا بس قبل ما انا اسمع. وجدوا الفرصة من يومين فاتوا يسقطوا العضوية عن توفيق عكاشة. ما كانش ينفع برضه. ما كانش ينفع برضه. بص بقى كده الاصوات هتتدخل يا جماعة. النقطة ما انا هسمعك. هسمعك بعد ما يخلص. عشان كده قول كل اللي انت عايزه عشان احنا نرد عليك بكل ده. الاستاذ وائل اللي هي ايه؟ اللي هي الماده 391 اللي لسه ما صوتناش عليها. اللي هي بتتكلم على لسه ما صوتناش عليها. واحنا صوتنا على 89. احنا صوتنا لحد قبل 300. ماشي ما صوتناش على 390 ومع ذلك ما استخدمناهوش. ما استخدمناهاش برضه. ماشي. الماده بتتكلم على ايه؟ بتقول لك يعني الاحكام الخاصه بالاستعجال في اسقاط العضويه النائب ما ناخدش بيها.
يعني ايه؟ يعني العمليه بتبقى على تمهل وتروي، ما بتبقاش العمليه على وجه السرعه والعجله. هو كان يوم صعب، هو كان يوم صعب. اللجنه تخلص يا بيه، هو كان يوم صعب، يوقع كان يوم صعب على النائب، ثم تاتي الجلسه العامه لتناقش لتضع مقترح، والمقترح المفترض يعلم به من تسقط عضوياته لم يعلم به. كان قاعد القصه ايه يا جماعه؟ ده كان قاعد معانا والله العظيم. احنا القصه ما توفيق عكاشه خالص، بالعكس ده القصه. انت عايز احترام الدستور ولا ايه يعني؟ بالظبط. احنا اول حاجه عملناها ايه؟ اول حاجه عملناها يا سيدي اقسمنا ان نحترم الدستور والقانون. الدستور اللي هو الدستور والقانون اللي هو القانون اللي احنا عارفينه، واللائحه اللي جت اللي عملناها بقرار بقانون. طب انا سابك تتكلم عشان نرد. طيب عشان ممكن نشوف يعني اولا شايف على طول يعني انكم لم تحترموا الدستور ولا اللائحه. خلينا اولا، انا يعني جزئيه عدم احترام الدستور واللائحه هذا مرفوض قطعا من سياده النائب عاطف او من يتقول بهذا الموضوع. ليه؟ الاتي توفيق عكاشه. تقول احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول احنا خالفنا بعد اذنك كذا، بعد اذنك ست النائب، بعد اذنك الوضع كذا الذي يخالف الماده كذا. ست النائب انسى توفيق عكاشه خالص، سيب من الناس. انسى توفيق عكاشه. هذا اليوم الثقه والاعتبار وهدد الامن القومي بما فعله البلاد في الايام الماضيه. اليوم انت تتكلم ان هو ما كانش يجب ان يتم التصرف في اسقاط عضويته طبقا للماده الموجوده في اللائحه اللي ما اتناقشتش. الاستعجال اولا اليوم اللجنه الخاصه اللي تم تشكيلها واتعرض القرار بتاعها على المجلس اليوم، اللي بتقول ان توفيق عكاشه يحرم من دخول المجلس لمده دور انعقاد كامل. خلاص الاعضاء المجلس الحاضرين اليوم رفضوا وقدموا اقتراحات بأن يتم إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، ولن يقبلوا أن وجوده في المجلس وحرمانه مدة عام. جميل. فاليوم الحاضرين بالمجلس خلاص هم اللي قدموا الاقتراح، وبناء عليه عرض رئيس المجلس الاقتراح على الأعضاء ووافقوا عليه. الاقتراح المفترض بيقدم من ثلث اعضاء المجلس. لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم. النهارده المجلس 90% وافق على الاقتراح. يا معالي الباشا، يا بيه اقتراح مكتوب، اقتراح مكتوب ثلث الاعضاء، بيروح صوره منه وتعرض صوره. اقروا المواد كويس يا جماعه. احنا هنعمل زي ما هو الاعضاء. يعني الدكتور علي اتكلم كلمه، يمكن انا قمت رديت عليه وقلت له لا الكلام ده ما يصحش. قال يعني ان احنا ما عنديش مشكله انك تتخلص من حد، بس تتخلص منه لن يتم التخلص دستوريا. وعايزين نتخلص منه. يا معالي الباشا انسى كلمه توفيق عكاشه خالص، انساها خالص. يا دكتور محمد احنا عايزين نتخلص منه زيكم بالظبط، بل اكثر. اللي بيمثلوا الشعب انتخابهم الشعب. لن يتم التخلص من توفيق عكاشه. اليوم كان جزاء طبيعي لتوفيق عكاشه. النواب اللي بيمثلوا الشعب ارادوا ان يسقطوا العضويه اليوم عن توفيق عكاشه لما رأوه من انتهاكات قام باستخدام حق السلطة التنفيذية وليس له بذلك. قام باستخدام تمثيل مصر أمام سفير دولة أخرى ويتكلم عن مصر وهو ليس له حق في ذلك. كل بس هنا حيثيات إسقاط العضوية، هل استند للقائه مع السفير الإسرائيلي فقط؟ يعني سيدي، هل أسقطت عنه العضوية للقائه بالسفير الإسرائيلي؟ لا إطلاقا طبعا. مش ده السبب. أمال إيه السبب؟ السبب إنه زي ما قلت لحضرتك فقد الثقة والاعتبار وهدد الأمن القومي البلاد، وطلع أول إمبارح يشتم في السعودية، المملكة العربية السعودية، شعب وحكومة وقائد هناك، وبالتالي ابتدى يخش في إطار موضوع المفروض إنه كنائب ما ينفعش يعمل هذا الكلام. إحنا بالنسبة لنا كنواب راينا ان توفيق عكاشه يعني انت هتحاسب كل هتسقط العضويه عن كل اللي بيشتم؟ لا 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 اطلاقا. هو فقد الثقه والاعتبار بالنسبه لنا كنواب، واليوم كان حكمنا مع بعض كنواب ان احنا لازم نسقط عنه العضويه. طيب انا هنا عشان بس انا هاجي لك، بس عشان اخد دكتور محمود شحاته. اتفضل. انت تحفظ معناه انك مش راضي عن الوضع. طبعا انا مش راضي على انتهاك خدمات حضرتك اللائحه وانتهاك الدستور. ما هو عادي جدا جدا ننسى خالص موضوع توفيق عكاشه ده نهائي خالص. انا ما بتكلمش على توفيق عكاشه كشخص، ماشي. كلنا متفقين ان توفيق عكاشه غلطان، وكلنا متفقين ان لو جبت طفل وسالته اللي عمله عم توفيق ده صح يا ابني هيقول لك لا. ازاي يقعد مع السفير الاسرائيلي وازاي يعمل وازاي يسوي؟
كلنا متفقين في هذا الكلام ولا خلاف ولا جدال، لكن الطريقة نفسها لما نيجي نعمل حاجة نعملها صح. العجلة ما كانتش مطلوبة ديد بسرعة في ثواني، خدت بالك اسقاط العضوية؟ مين عمل العجلة؟ النواب النهاردة اللي طلبوا باسقاط العضوية. احنا يا فندم خدت بالك حتى لو النواب طلبهم في لائحة منفعة يا فندم، احنا بنتكلم في 100,000 حاجة بعد ترسي قال لا بعد لائحة الدستور بلاحة ودستور يا دكتور. طب يا عم في عجلة احنا نعدل، خلينا بس في عجلة ايه هنا يقول لك الاستعجال غير مطلوب بالمرة، ولا تسري احكام الاستعجال في النظر المنصوص عليه في هذه اللائحه على اجراءات اسقاط العضويه. لا تناقش هذه الماده لسه يا عم، ناقشت ارجع للائحه القديمه. طيب خليني بس خليني نتكلم بوضوح يا دكتور محمود، بس خلينا عشان بس انت بتقول ليه العجله ان احنا نعدم. انت شايف الاتجاه انه في استعجال في التخلص من توفيق عكاشه؟ انا بص انا ما بتكلمش عن توفيق عكاشه ايا كان العضو بقى. احنا عندنا عجله ليه في اي واحد ناحيه عضويته، ما ناخدها بالترتيب ونمشي زي ما اللائحه بتقول وزي ما الدستور بيقول ستيب باي ستيب. انت موافق على اسقاط العضويه بس بدون استعجال؟ ايوه لا بدون استعجال، كله بالاصول بدون استعجال. الدستور اللي انت كل ما نتكلم يقول لك اللائحه يا دكتور الدستور. طب يا عم ماشي يا دكتور محمود، قول لنا حضرتك الدستور بيقول ايه في الفقره دي 110؟ حضرتك انا بعد اذنك يا دكتور اقول لحضرتك ايه اللي افترقنا في الماده 110 بتقول لا يجوز اسقاط عضويه النائب الا اذا فقد الثقه والاعتبار او احد استنى بس تلت المجلس فقط. لا استنى يا دكتور معلش حضرتك واخد تلت المجلس واخد المجال. بص يا جماعه احنا كنا قايل انه فقد الثقه والاعتبار كتب ورا كلنا بنتكلم يا جماعه لو سمحتوا كلنا بنتكلم مش متفقين يا دكتور كلنا بنتكلم احنا كنا عايزين نسقط عضويه النائب توفيق عكاشه بطريقه دستوريه. يكون عندك معلومات غايبه عنه ما نجعلش منه شهيد. حضرتك ما مضيتش على استماره. انا كنت مش عايز اجعل من توفيق عكاشه شهيد وبطل قومي لا ده فئه من الناس. الشعب المصري مش بالغباوه وعند دوله ما. هل هينفع كلنا نتكلم يعني لو صوت هنا وصوت هنا وصوت ما هو ماخد منه الكلام. طيب انت شايف ممكن اعبر عن وجهه نظري؟ انت شايف ده حول الناس تفهم تفهمني انت شايف ده حول توفيق عكاشه لشهيد وبطل سرعه الاجراءات كلنا يا جماعه بس سرعه الاجراءات وعدم التزامنا بمواد اللائحه من الماده 389 الى الماده 392 الخاصه باسقاط عضويه النائب والاجراءات التي تتبعها هذه المواد احنا ما اتبعناهاش واشتغلنا بعجله. ده في رايك الكلام ده هيعمل ايه بقى من توفيق عكاشه؟ هيسقط عضويته؟ هيسقط عضويته. ده هيجعل من توفيق عكاشه ايه بقى؟ اولا لدى الكيان الصهيوني هيجعل منه بطل وشهيد. اسمعوني للاخر انا ما كنتش عايز اسقطه واجعل منه بطل. انت ما كنتش عايز كنت عايز اسقطه حضرتك انت ما كنتش وهمشه. عايز كنت عايز اسقطه وهمشه. وبعدين مش عايزين نشكك في ولائنا الوطني ولا في أي ووطنيتنا ولا. كلنا احنا كون ان احنا لا. عايزين نعلي من تطبيق الدستور والقانون ليه؟ عشان ما تبقاش سمة سهلة قصة اسقاط العضوية، لان العضوية دي حاجة كبيرة جدا يا جماعة في معناها. زائد ان انا مش عايز اجعل من النواب الباقين في المجلس نواب جالسين مربعين الايدي بعد كده. لا يا جماعة القصة مش كده. لما نتبع مربعين الايدي يعني خايفين يعني لما اتبع الدستور والقانون القصة هتبقى عندي واضحة. انا مش هخالف لائحتي ولا هخالف دستوري طيب. ولا هخالف خلاص هبقى طيب. ما خلينا يا جماعه ما حد ينتهي من كلامه استاذ دكتور محمود. خليني في اولا هو كان يوم صعب يعني عصيب جدا النهارده، كان يوم صعب جدا على النواب وعلى الشعب المصري. واحنا كنا في الفترات اللي فاتت مش فاضيين، كنا بنعمل اللائحه وشغالين. والحقيقه ان الـ 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 يعني توفيق عكاشه كان في الفترات اللي فاتت مثير للجدل واحنا كنا شغالين. كان المجلس بيشتغل 11 ساعه و12 ساعه في اليوم يا عاطف بيه، وبيختزل كل تعب المجلس في الخمس دقائق اللي عملهم ده ولا عملهم ده في الاعلام في خمس دقائق، ولكننا ما بنعملش حاجه خالص. وفي اسباب كتير جدا تخلي المجلس النهارده يسرع الاجراءات، لان حضرتك رايك ان انت ما تسرعش الاجراءات، انت حر في رايك وحضرتك قلت رايك بمنتشف. بس انا ما شفتكش سرعت الاجراءات في الزيت المختفي من السوق بقاله 3 شهور، في الرز المختفي من السوق، في ارتفاع اسعار الدولار. لان احنا بتعمل ايه يعني عندما ما تنتهي اللائحه هنسرع ده. بس احنا عندنا احنا قدام الناس وقدام شعبنا اللي انتخبونا ان احنا مش بنعمل حاجه، وقدام شعبنا اللي انتخبونا في دايرته حتى كانوا بيطالبوا باسقاط عضويته من اول امبارح.
ليه؟ لانه بقى مثير للجدل. المجلس ما بقاش مجلس. يعني ايه مثير للجدل؟ ما اكثر المثيرين للجدل. ما هو احنا مش هنفضل بقى ما نشتغلش، احنا عايزين نفضل نشتغل مظبوط وما يبقاش في شوشره على المجلس مجرد ان واحد بيتكلم في كلام. يعني يعني دلوقتي بعد التخلص من توفيق عكاش خلاص ما المشاكل هتحلوها جوه المجلس؟ انا لسه ما كملتش، ما رضيتش عليه ان الكلام دستور، مش هو بيقول في نقطه انه دستور. هو احنا بنتحفظ بس من فين؟ مين اللي قال انه مش دستور؟ احنا ما تخلصناش توفيق عكاش. لا ما هو التخلص بقى دستوريا قانونيا، يبقى انت يعني في النهايه في اسقاط عضوي. بالظبط. هو لكن محدش تخلص. ما امبارح كان موجود امبارح، خلي بالك، ما انا لسه انا كنت لسه بسالكم مين يا جماعه اخر نائب انطبقت عليه وقعت اسقاط العضويه؟ فانت قلت لي الدكتور ايمن نور. مظبوط. 2005. مظبوط. يعني بتتكلم عن 11 سنه. ما هو كان في قبلها؟ قبلها كان في انور السادات 2006. طيب محمد فريد حسنين في محمد فريد حسنين في 2005. طب يعني شوف يعني عشان كده بس يعني ايه وقائع قليله جدا. طب احنا ما عندناش مجلس بقى لنا خمس سنين. ما عندناش مجلس بقى لك دلوقتي. طب انا خمس سنين ما عندناش مجلس. 2010 2011 شهرين مجلس 2010. لا انا بكلمك، طب انا بكلمك عن الوقت 11 سنه وانا بكلمك عن ازاي. ما في خمس سنين فيهم ما فيش مجلس اصلا، يعني مش 11 سنه ولا حاجه، هم في الاربع خمس سنين، لكن احنا ما اشتغلناش حاجه من 2010. لكن عندنا مجلس 2010 قعد شهرين، ومجلس 2012 قعد شهرين، بعدين ما فيش حاجه خالص، قعدنا ما فيش حاجه. وبعدين احنا بنتكلم دستوريا بس. انا برد على الناس تفهم ان احنا خدنا اجراءات. المجلس غير مسايس، وانت شفت كده بحضرتك بنفسك، غير مسايس، كل واحد قال رايه كما ينفع، غير مسايس. على فكره كلام حضرتك ده ان المجلس مسايس. دكتور محمود، انا بسمي هذا المجلس ده المجلس الفتوه. يعني غير مجلس الفتوه، مفيش حد بيسايس. المجلس اللي من سنه 24 لم يقابل مجلس كل هذه العقبات الذي قابلها مجلس 2016. طيب اول عقبه، معلش عايزين نوصل للناس، اتفقنا كده. اول عقبه يا دكتور محمود، يا دكتور محمد، اول عقبه قابلتنا اقرارات بقوانين من رئيس سابق ورئيس حالي، 342 قانون. انا مش عايز ابعد بس، معلش، لا عايز اوصل حاجه، لا عايز اوصل حاجه كله عشان ما عندناش وقت. خلينا بس تاني حاجه. تاني حاجه يا دكتور محمود، ما شافتش من 11. تاني حاجه يا دكتور محمود، ان لائحه من سنه 24 ما اتعملتش لائحه لحد دلوقتي. اتعمل يعني دلوقتي احنا خلينا بس عملنا لائحه من 440 ماده، لو سمحت. فانا بسميه المجلس، ولكن عشان كده انا ابرو المجلس، انا ابرو ان المجلس الفتوه اللي انا بسميه ده واللي انا معجب بيه قوي ده، ان هو يخالف مواد اللائحه اللي هو حطها. بص حضرتك، مش اللي محطوطه، يعني احنا ما بنتعاملش بلائحه 24، بنتعامل باللائحه الجديده اللي احنا حطيناها. هو دعم مصر، نواب الوفد انقسموا، نواب مستقبل الوطن انقسموا، لا يوجد تسليم. انت خدت على موقف حزب الوفد كان موقف ايه؟ موقف حزب الوفد الرسمي كان اسقاط الادويه، ومع ذلك في ناس ما اسقطتوش. يعني في ناس في حزب الوفد رفضت، يعني انتوا انقسمتوا. وفي مستقبل الوطن انقسموا. مستقبل الوطن نائب واحد، نائب واحد في الوفد قال رايه اللي رفض اسقاط، نائب واحد، انما باقي نواب الوفد وافقوا على اسقاط العضويه. نواب طيب. المصريين الاحرار وافقوا على اسقاط العضويه. احنا 465 يعني حتى لو 465 هذا كان واقع اليوم، مش يعني. طيب خليني بس عشان ادخل في الاستاذ مرتضى منصور كان ضد، وابنه احمد واحمد مرتضى منصور. طب وانا مش يعني مش هحسب يعني مش مش يعني هقول يعني ابنه ياخد موقفه ولا وفد حريه. يعني ما صوتش في ضد، ان الحريه النهارده كانت واحد واحد، وكل واحد بيقول رايه لوحده قدام الشاشه قدام الشعب كله. طيب احنا بس يا جماعه بنتكلم عن ايه؟ انه عمليه الاسقاط العضويه الجزء الاولاني ده في الكلام دستوريه وقانونيه ولا لا؟ دستوريه. الذبح كان شرعيا ولا شرعيا؟ شرعيا. ولو ذبح لا يوجد ذبح. احنا دوله مش دوله يا استاذ، معلش يعني دوله مش دوله. حتى لو في ذبح احنا لا يوجد ذبح، ما فيش مفيش ذبح، بس يعني يكون دوله مفيش دوله. اليوم اسقاط، ما انا عندي جبهه يا جماعه بتقول مش قانوني ودستوري، يعني دول 16 واحد في حريه، مش جبهه ايه 16 شال اكون واحد بس. انا مش مهم، برجع للدستور. ده راي سعادتك واحنا مختلفين. بص انا عايز لما قمت اتكلم قلت كلمتين اثنين، قلت له هل انت راضي عما حدث اليوم من اجراءات دستوريه واجراءات مين سيد رئيس المجلس؟ انا قلت له الكلام ده وعندك التسجيل وشوفه. بس خلينا نسمعه بس يا جماعه، نسمعه يا جماعه. الراجل بيتكلم، ده زميل لكم، يمشي. لا لا ما يمشيش يتكلم خالص. علي بيه احط وشه في الارض. قمت جاي مكمل كلامي، قلت له مع يقيني ان الاستاذ توفيق غلطان بنسبه 1000%، ولو سالنا اي طفل هل هو اخطا ام لم يخطا يقول لك اخطا انه غلطان. طب يعني والراجل خدت بالك انا لما خرجت انا ما دخلتش الجلسه، خدت بال حضرتك الا بعد ما عرفت ان خلاص النصاب اكتمل والموضوع خلص، دخلت قلت كلمتي ان انا كنت يعني انا في مخيلتي ان انا اخرج انا ومجموعه من النواب
وبالتالي النصاب لا يكتمل، فيبقى احنا خدت بال حضرتك بشياكه الراجل ما اسقطش عضويات. اه يعني انتوا حبيتوا انه النصاب لا يكتمل. حصل كده كتير. خرج معاك كام نائب؟ كان في ناس كتير بره بس فجاه. امال رجعوا ليه؟ والله ما تعرفش كله كان بيدخل ويخرج. ما هو ده هيخليني في الجزء الثاني من السؤال. في مطبخ ثاني، في تعليمات ما حد عايز. لا 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 لا. ما خليني بس ده السؤال الثاني اما اجي له. كلام كلام كل واحد من دماغه. المهم خدت بعدك لما اكتمل النصاب دخلنا وصوتنا، لكن الراجل انا قابلته واقف في البهو الفرعوني. ده مين استاذ توفيق؟ ما احنا عندنا مشاهد يا جماعه لل وكان عايز يعتذر وكان عايز يعتذر والكلام ده حصل. هل هذا الكلام يرضي ربنا انك انت عملته ده؟ قال انا غلطان، انا مخطئ، حقكم عليا جميعا. يا بيه الكلام ده لما يكون جماعه خيريه في الدوله. احنا في دوله، احنا شعب خدت بالك، شعب عاطفي خدت بالك. الكلام ده في دوله ومعلش في دوله يعني احنا بنتكلم راجل عربيه راجل كلنا بنتكلم راجل كان له مواقف كويسه جدا جدا، والراجل قبل كده كان من يعني ايام 30/6 الراجل ده كان واقف طول النهار. كلنا وقفنا في 30/6 يعني، وانا من شباب 30/6 ونزلنا من التحرير، مش هو لوحده اللي كان في 30/6. والله العظيم يا استاذ وائل، والله مش هو. طب خلينا يا جماعه نسمع بس. انا يا جماعة نسمع نسمع. أنا بعتذر لكل صغير وكل كبير ورئيس المجلس ورئيس الجمهورية، بعتذر لكل الشعب المصري. وأنا على استعداد قدام ناس بتصور ناس مصورة، وعلى استعداد كامل لغلق القناة وعدم التحدث مرة أخرى في القناة. احنا خدت بالك وبتقول الدموع كانت في عينه. حصل. ولما جه خرج وهو خارج بعد ما اتأكد إن النصاب اكتمل وإن خلاص تم إسقاط عضويته، الراجل بكى وخرج في منتهى الحزن. خدت بال حضرتك؟ حصل. هو غلط والراجل احنا لا يمكن ابدا حد فينا يقول انه غلط. انه غلط طبعا. انا خلاص. من الاول انا قلت لك خلي بالك كل اللي على الترابيزه هنا على السرعه في الاجراء. بالظبط. ممكن بقى من اكبر السرعه، من اكبر رئيس المجلس على السرعه في الاجراء هو كان بيسالوني سكت عنه ليه. من اكبر رئيس المجلس على السرعه في الاجراء هم النواب يا سيدي، وليس رئيس المجلس يا سيدي. احنا لا يكبر رئيس المجلس على مخالفه اللائحه. انا عايز اقول حاجه، والله ما حد بيسمع اتنين اتكلموا يعني. طيب. لو اتنين اتكلموا حد يتطوع ويصمت يعني. انا عايز اوصل فكره في المجلس يا جماعه. وبعدين هنا ما يعني ما خلاص ما انتوا اهو صغيرين جوه الجلسه. انا دلوقتي عايز اوصل فكره. ال 16 خلاص بقى لكم انياب اهو. لكم انياب وبتتخلصوا من اللي انتوا عايزين تتخلصوا. لا 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 يوجد انياب داخل المجلس. ال 16 اللي رفضوا والتسعه اللي امتنعوا، اشد قسوه على توفيق عكاشة من ال 340 اللي وافقوا. لان انتوا اذا هو احترام لراي الاغلبيه وجعلتم من المجلس، وجعلتم من توفيق عكاشة بطل عند بعض الناس، انما احنا كنا رافضين عشان ما نجعلش منه بطل، وعشان نسقط عنه الاضويه بطريقه ذكيه سياسيه ونهمشه. دي طريقه حضرتك. ونهمشه. احنا قلنا ان وهي دي السياسه. الشعب المصري كان بيطالب، وهي دي السياسه. اللي يخطا ما عملش منه بطل. الشعب المصري كان طيب. بيطالب هقول بس قبل ما نكمل يا جماعه، عشان بس نبقى رسائل الناس ما بنتابعها انها كتير. فكلكم توفيق عكاشة فيجب اسقاطكم. اشرف كراويه: لا اوافق على اسقاط العضويه لتوفيق عكاشة. دي رساله ثانيه. رساله ثالثه: نتمنى ان نرى سرعه المجلس في اي قرار بيفيد الدوله والشعب. وده هيحصل طبعا. البرنس اوافق على ده. رساله ثالثه: اوافق على اسقاط عضويه توفيق عكاشة. رساله جديده: هو غلط بس ارحموا عزيز قوم ذل. رساله ثانيه: لو سمحت لي بمداخله، انا عبده مشالي من طلخه. توفيق عكاشة السلطه تخلت عنه، الكل تخلى عنه، مش عارف ايه. هنكلمك لان الرسالة مش واضحة. كلكم توفيق عكاشة فيجب اسقاطكم. تاني عندي هنا: هو انت ابراشي مع التطبيع بقى، وكان المفروض يتعاقب. يا سيدي هذا البرنامج بيعلن انه ضد التطبيع مع اسرائيل، وحينما سافر حتى الشيخ علي جمعة غضب منا وقاطعنا لأننا رفضنا هذه الزيارة. وحينما سافر البابا توادروس حتى لأسباب متعلقة، أسباب دينية يعني، رفضنا ذلك. ونرفض تماما التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله. لكن أنا بتكلم، هو أنا ما قلناش إحنا بنتكلم، هو في نواب على فكرة في المجلس
مع التطبيع في اسرائيل، مع التطبيع مع اسرائيل يعني اطلاقا ولهم اطلاقا يعني في ناس منها شخصيا شخصيا ضد التطبيع. مش عايز اقول لاسماء بعض المواقف لكن لو قلت لنا عليهم طيب هناخد ضدهم اجراء. ما هو التطبيع 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 قلنا عليهم دلوقتي التطبيع عندي في رجال اعمال اقاموا علاقات اقتصاديه وتجاريه، التطبيع عندي في بعض شخصيات جلست مع مسؤولين اسرائيليين. هو التطبيع مش اللقاء مع السفير الاسرائيلي كان بس عن المجلس شركات السياحه اللي بتودي حجاج وتجيب حجاج ما فيش خلاف لكن المجلس ده شيء ثاني. استاذ الغالي ده انتقام من عكاشه الله يرحمك يا برلمان بقت كوسه يا باشا هنشوف. لا اوافق على اسقاط عضويه توفيق عكاشه، كل واحد يطلع معاك يتكلم باسم الشعب وبعدين اي حد يقول حاجه في مصر مش كامله الرساله، بس هو بيتكلم عن انه كل واحد بيتكلم باسم الشعب. عندك اقتراح يا استاذ وائل؟ ادي لكل واحد مصاصه ولما تعوزه يتكلم يعني يشيلها. وبتكلم عن ازاي انه الناس اصواتها بتتداخل، لا الناس ان شاء الله هنتوافق. اخر من اسقطت عضويته محمد انور السادات 2008 في واقعة الشيك بدون رصيد. شكرا، ده الاستاذ علي حماد بيوضح لنا. كفايه تسخين يا وائل، هو في حد في البلد يتفق مع عكاشه؟ انا لا ما حدش متفق، اللي متفق يتفق يعني، انما الحقيقه انا مش متفق مع توفيق عكاشه في ده. انا بعمل وجهتي النظر وبتساءل هل عمليه اسقاط العضويه كانت قانونيه ودستوريا؟ ده سؤال. هل السلطه كمان وجدت ان توفيق عكاشه اصبح عبئا فلا بد من التخلص منها؟ ساهمت يعني؟ اسئله مشروعه لو انت مش عاوزها هنسالها بقى. لا اوافق على اسقاط العضويه. عندنا في حد بيتكلم عن توفيق عكاشة شخصية وهمية، أرجوكم يا جماعة شوفوا حال البلد. البقاء لله في مجلس النواب لا ديمقراطية. دي بعض رسائل وهنتابع رسائلكم تاني. في رسالتين بس في البداية. بيتكلم عن يجب إسقاط العضوية عن كل المجلس. لا المجلس لسه ما اشتغلش، لسه هنشوف. في كمان اذا كان نواب المجلس بهذا الاسلوب في النقاش، لا ان شاء الله الاسلوب يعني الناس بس نقلت حده الخلاف الى هنا. لا انا عايز اطمنهم احنا جوه المجلس اكتر من كده ما تقلقوش. عايزين بقى نبدا في الجزء الثاني من السؤال. الجزء الثاني من السؤال راح فين؟ خلينا اسالك خلاص. انتوا قلتوا انه اسقاط العضويه كان قانونيا ودستوريا، هم قالوا لا لم يكن قانونيا ودستوريا. تمام. طيب الاستعجال بالشكل ده، شايف ان هناك جهات كانت شايفة انه لابد من التخلص ده؟ هنا بقى كلام سياسي بعيدا عن الكلام القانوني. عندك احساس كنائب ان هناك من بغض النظر عن هذه الجهات هي مين، بغض النظر عن هذه الشخصيات هي مين، لكن انت عندك احساس انه البعض كان يريد التخلص من توفيق عكاشة بسرعة سواء جهات او شخصيات؟ والله هو انا شايف ان رئيس المجلس يعني انقاد لكده بكلام الاعضاء، قالوا له لا احنا نسقط العضويه الناس اللي قاعده، لكن انا ما فيش، انا متاكد ان ما فيش حد خدت بال حضرتك ممكن يملي سيطرته او يملي كلامه على اي حد في البرلمان. احنا كلنا من دماغنا، وده اجمل حاجه في هذا البرلمان، متفقين كل واحد من دماغه وكل واحد بفكره ولا احد يستطيع ان يسيطر. الدليل على كده حضرتك ايام قانون الخدمه المدنيه، يعني اذا كان في اتفاق بين الناس وبعضها خدت بال حضرتك، الكل خدت بال حضرتك رفض القرار وحاولوا يروغوا ويحاولوا يجيبوا لنا يمين ويجيبوا لنا شمال ويجيبوا لنا الوزير ويجيبوا لنا فلان وعلان. لكن امال ازمه الائتلافات ده ايه؟ انه في كتله عايزه نتكلم فيها، حزب وطني جديد هنتكلم فيها. لا ما هي ده مش ملهاش علاقه، بس هنا اللي مقصوده ايه؟ لا يوجد حزب وطني جديد، لا طبيعي مجلس استاذ وائل. طب يعني هنا ما كانش على الاقل عندك احساس بانه في بعض شخصيات بعض جهات، لا مش تكت، بعض شخصيات بعض جهات هي عايزه هذه السرعه؟ لا ما اعتقدش. لا يوجد يا استاذ وائل، نحن نواب الشعب. ابدا ابدا لا يوجد. كان عندك احساس، خلينا بس يا جماعه انا هسال اسئله للناس يعني. كان عندك احساس ان هناك جهات مؤسسات؟ الشفافيه دائما لا تاتي الا بالانصياغ للدستور والقانون، اما اذا خالفت الدستور والقانون فحط تحتيها 5000 شكك بقى. انا يعني هتفتح المجال للشكوك يعني؟ طبعا تفتح المجال. انا لو خالفت الدستور، انا اخالف الدستور والقانون ليه يا استاذ وائل؟ اخالفه ليه؟ ما خالفناش. طب اقول لحضرتك على حاجه، في اعراف تمت قبل كده
في عندما يعني يستقيل النائب زي ما حصل كده مع الدكتور سيرسيار. تمام. ان في المفترض كان تشكل مجموعه من المجلس وتروح للراجل ده لحد بيته عشان يتراجع عن الاستقاله. ما حصلش الكلام ده. لا لا ليه؟ لا الاعراف بتطبق ولا مواد اللائحه طبقت في الحاله دي. اذا حالتين حالتين ما كانش فيهم شفافيه. والمجلس برضو خد تصويت. ما فيش حاجه اسمها المجلس خد تصويت بعد يا استاذ يا دكتور محمد سليم. يا دكتور لماذا لم يا دكتور لماذا لم دكتور ما يصرحش الكلام ده الشاشه ولما يقول التصرف مع قوانين ودساتير لازم تطبق حرفيا عشان يبقى في شفافيه ونزاهه. ده احنا ابتكرنا لجنه جديده يا جماعه بس يا جماعه والله الناس بتشكوني. انت بتديني كلمه اقول لك استاذ وائل وبعد كده ام حسن بتقول احنا في فرح يا استاذ وائل. ليه حد بيتكلم؟ لا يا ام حسن تعالى معانا المجلس وتشوف الفرح بجد يا ام حسن. لا بس انا شايف طبعا حسن. طيب انت بتقول انه مخالفه الدستور هتفتح الباب لاي تساؤلات واي شكوك. حضرتك طالما خالفت الدستور والقانون حضرتك مصر تلبسني في حته معينه. ما انت اللي قلت. انا بتكلم كلام واضح. ده احنا واخدين الانستراكشنز قبل ما نيجي. خلينا لا انا بس عايز اساله سؤال صغير. طيب حته الموافقه الثلث على اسقاط طلب اسقاط العضويه ممكن بس حضرتك احنا اعضاء في برلمان وحضرتك عضو في نفس البرلمان وحضرتك في نفس البرلمان. انت حد جاب لك ورقه باسقاط العضويه على الثلث؟ لا خالص. حضرتك حد جاب لك ورقه؟ يعني الورقه اللي مضيت عليها تطالب باسقاط العضويه ثلث عدد احنا اعضاء برلمان مضينا عليها؟ طبعا. ده امتى بقى؟ زمايلنا كانوا بيختاروا بيختار لا 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 زمايلنا كانوا بيختار النائب ايه؟ زمايلنا لا لا خلينا بس اسمع بس زمايلنا خلينا اسمع بس هسمع من زمايلكم وقاعدين لغايه الساعه 7 8 الا ثلث نفس اليوم اللي هو قبلها وقاعدين في المجلس. هو مين اللي اقترح؟ هو مين اللي اقترح سياده النائب؟ انا بس مش دلوقتي. هو الراجل دلوقتي بيسالك بيقول لك ايه مش لازم يبقى فيه طلب بيوقع عليه. خلينا بس يا جماعه بس عشان الناس تفهم. والله الناس مش هتفهم. حصل عليه فين؟ حصل. هو بيقول لك انت بتقول وزعناها على زمايلنا. هو بيقول لك مين اللي داخل المجلس؟ داخل المجلس على بعض كلنا في المجلس كلنا بنتكلم. اتفضل يا فندم. الطلب تقدم به بعض الساده النواب وافقوا عليه 125 نائب. تمام 123 نائب وبناء عليه الموضوع اللي بتتكلم فيه مظبوط. طب وده التلت 123 مش سيدي التلت بعد اذنك. بص على حضرتك بتميز تلتهم ده مين؟ خد بالك حضرتك بتتكلم على 598 600 على طول 300 يبقى 200 125 ده ما شكلش. خدت بالك حضرتك الربع 123 خدت بالك حضرتك ادي اول مخالفه. لا يا سيدي مش مخالفه. مش مخالفه ده اللي قلت مين يا باشا. يا سيدي يا جماعه الكلام ده تمه يا جماعه بس خلينا خطوه خطوه. ممكن بس اقول الخطوات انا بس عاوز اكمل له حته ال 100 ده كان بس يسمع الخطوات ده كان بالامس. والنهارده مين قال لك ان الاعداد ما زادتش عن ال 200 وال 300 يا باشا؟ نواب البرلمان كانوا عندهم كل الاستياء والغضب. لا ده في الصبح. خلاص وكان الصبح. عندهم حميه داخليه ووجدوا ان توفيق عكاشه رجل طالع بيقول احنا بنطالب بانتخابات رئاسيه مبكره. راجل طالع يعني لا يعني هو عوقب عشان كده؟ لا 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 انا بكلمك النواب نفسهم بقى عندهم حميه ضده غير عاديه. اليوم هم من اجبروا رئيس المجلس على التصويت باسقاط العضويه. انا هقول الصراحه بقى مفيش اجبار. اتفضل قول لنا يا جماعه بس يا جماعه بس الصراحه عشان اتفضل. توفيق عكاشه اسقط لتراكمات ليس بس عشان قابل السفير الاسرائيلي او بيقول لي لا تراكمات جمله اعمال يعني مجموعة اعمال طبعا. احنا بقينا نمشي في الشارع بيتقال علينا مجلس توفيق عكاشه. بقينا نمشي في الشارع انتوا بتعملوا ايه؟ توفيق عكاشه بيعمل بس لما شغالين 12 ساعه في اليوم وفي الاخر خالص بنختزل شغلنا في كلمتين اللي قالهم حط مره حتى على بقه قال كلمتين في الفرع. طب المجلس دلوقتي مفيش فيه توفيق عكاشه هنشوفكم. عمل ايه بقى؟ معلش هتشوفنا هنشوفكم مجلس قانونيه بقى قانونيه تاني هنشوفكم مجلس الدكتور مجدي يعقوب والدكتور في دكاتره عندنا على فكره دكاتره يعني عندنا موجودين مش عارفين دلوقتي. ما انت دلوقتي بتقول ايه؟ كنا نعاير باننا مجلس توفيق عكاشه. لا نعاير باجراءات لم يعد توفيق عكاشه في المجلس. هنشوف المجلس دلوقتي المجلس شغال اصبح شفت حضرتك المجلس شغال من 11 الصبح ل 11 بالليل في معظم الاوقات. عملنا قوانين وشغالين في لائحه وقابلنا ورئيس الجمهوريه جانا وقعدنا ساعات نشتغل. كنا بنختزل هذا الشغل في قد ايه؟ في كلمتين قالهم توفيق عكاشه. بقينا نمشي في الشارع شغالين 24 ساعه بقينا في الدوائر بنتعايد بكده. خلاص لما جه بقى الوقت الشعب بتاعه هو حتى في دايرته هو كانوا بيطالبوا بكده. عملنا ايه؟ لا ما اقدرش اقول ده.
انت يعني هنا احنا شفنا ده ما يهمش، ممكن يكون في ناس ضده في دايرته هيقولوا لك ده، حتى لو ضده في دايرته كلها مش قانون. قانون اسقاطه هيبقى من المجلس، المجلس فيه اكتر من 10 والدستور بيقول كده 10 الاعضاء تقدموا بطلب رئيس المجلس، اكتر من 10 لو سمحت، العشر تقدم والثلث وافق، الثلث اكتر من الثلث يعني وافق، العشر لا تقدم باسقاط، مش العشر يتقدم بمقترح مناقشه موضوع، وهو مقترح انما الاسقاط لا، لا ما هو اقترح يعني لا الاسقاط ثلث، مقترح مناقشه موضوع وهو اقترح والثلث وافق كويس ولايحه فندم الثلث وافق اكتر من الثلث النهارده، ما تقولش العشر، احنا مش عايزين نوصل للمشاهد معلومه مغلوطه، لا المعلومه مش مغلوطه، لا مغلوط 123 نائب اقترحوا على الرئيس المجلس، خطأ. رئيس المجلس المفترض 200، رئيس المجلس 200 لتاني مره بيكرر 123 نائب، ايه اكتر من 200 123 ولا اكتر ولا انتوا الاثنين قلتوا 123؟ طب هي الورقه دي ما جاتش ليه كل النواب؟ مش انت نائب؟ لا يا باشا انت نائب ولا ايه في لا احنا نواب، انا احب ما جاتلكش ليه زي الناس اللي بتسافر بره من غير ما نعرف، زي الوفود اللي بتيجي البرلمان من غير ما نعرف، خدت بالك حضرتك اعضاء المصير احرار مش عارف يعني طريقة تمشي ازاي؟ احنا عايزين كل حاجه فيها شفافيه، خلينا بس نسمع يا جماعه، انت بتعمل تشويش ليه على نعم اعضاء مستقبل الوطن ما موضوش؟ لا ما موضوش في عندك، لا 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 انت مضيف المصير الاحرار، مش انتوا اختار ما مضيفوش ليه؟ 40 زمايل حضرتك مضيفين عليه لما هم مضوا وانا قاعد يا جماعه، احنا مش رافضين اسقاط الادويه، كلكم مصممين تتكلموا بصوت واحد يعني، لما نبقى جايين من 10 الصبح وقاعدين لغايه الساعه 8 بالليل وقاعدين في المجلس، يعني ما سبناش المجلس ثانيه، 115 قانون اتناقشوا خدت بال حضرتك في هذا اليوم، وقاعدين فما جالكش الورقه بتاعت توفيق وكاشف، والله ما حد مضى عليها ولا حد جاب سير، اللي حصل اقول لك اللي حصل. بص يا سيدي رئيس المجلس، يا جماعه بكره في جلسه هامه، جلسه هامه، ما حدش يتخلف عن الحضور باكر، انا بقول ما حدش يتخلف عن الحضور باكر، ده رئيس المجلس. سيادتك تفهم ايه من الكلام ده؟ الجلسه الهامه كانت علشان القرار المعروض امام المجلس اليوم بخصوص يا سلام موافقه المجلس اقول لك على الشاشه المعاهده بخصوص معاهده اقتراض وزاره الدفاع من بعض البنوك في فرنسا بضمان وزاره الماليه. يا سلام حاجه في اهم من دي، طب ما احنا عاملين متعاقد زي دول قبل كده ومضينا عليهم قبل كده، طب بس انت مقتنع يعني حد حس ان انت مقتنع بالكلام ده؟ هيحسوا ازاي يا جماعه؟ بس يا جماعه موافقه. طيب خلينا بس يعني انت شايف انه لغه رئيس المجلس بهذا الشكل يا جماعه، ما حد اوعوا حد يتاخر. ايوه انا من جوايا انا كنت متاكد 100% عشان مناقش الموضوع بتاع توفيق عكاش، واحنا كنا متاكدين 100% علشان طيب خلينا بقى هنا بقى ده مش معناه، اليس معنى ذلك ان هناك طبخه طبخت خارج المجلس؟ ما بقولش كل النواب اللي صوتوا، انا قلت في بعض الذين او عدد كبير او ربما هم القطاع الاوسع اللي اسقطوا عضويه توفيق، كان عندهم اسباب موضوعيه. نعم في جمله مواقف للنائب توفيق عكاشة ربما يراها البعض ونراها نحن أيضا إنها تسيء للعمل الوطني وتسيء للعمل النيابي، لكن ممكن تكون في كتلة في طبخة طبخت يا جماعة توفيق أصبح عبئا لابد من التخلص منه. هل جاءتكم تعليمات؟ لن تأتي تعليمات ولا يوجد طبخة داخل المجلس اتعملت. النواب سواء كانوا مستقلين او احزاب او في ائتلاف هم من تقدموا بذلك ومن اصروا على اسقاط عضويه توفيق عكاشة اليوم. موضوع طبخه داخل المجلس ده ممكن نقول كان زمان، انما الان انا اؤكد لا يوجد طبخات خاصه ولا عامه داخل المجلس، وهذا يعني والساده الزملاء اكدوا برضه اللي معليك بهذا الكلام. حضرتك مجلس نزيه، مجلس قوي اتى بانتخابات حره نزيهه، فكيف يكون هناك طبخه لا يوجد هناك يعني. ونحن نتفق في هذا الكلام. طيب عشان بس هم كانوا باعتين لي اللي هي بتاع التعليمات، فين يا جماعه اللي هي اللي جات لكم؟ هي رسائل بتيجي للناس يعني؟ انا والله لا لا لم تاتي رسائل، لا 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 كان جال انا وانا مش نائب. طب موريها لنا سيدي، هو جد ممكن تروح رساله للنواب يحضروا علشان نفس السؤال دكتور محمود. المجلس لو انا قسمت الناس لمجموعات، انت عندك اسباب موضوعيه وما اكثرهم، فعلا في جملة مواقف للدكتور توفيق عكاشة تقتضي ذلك يعني، لكن في عندي ناس في عندها تصفيه حسابات وكان في خصومة شخصية، وصدقني لو كنا النهارده ما وافقناش على اسقاطه برضه كانوا نفس الكلام.
ايوه المجلس بيحابي للناس بتاعته والاعضاء، شوفوا ركاشه بيعمل ايه ومع ذلك بيحموه عشان يحموا بعض، عشان بعد كده خايفين ان هم يسكتوا. انا يكون لي الشرف ان انا اسقط عضويتي ما دام انا ما جبتش حق الفريق، لما يتقال ان انا اسقطت عضويتي عشان حاجه تخص الشعب كويس. اهو عندي رساله، يا صباح الخير على حضراتكم، نذكركم باهميه حضور الجلسه الصباحيه اليوم وهو يوم حاسم. ماشي كمل حضرتك. حاسم اللي احنا قلناه. حاسم ايه؟ عشان القرض. القرض يعني في اهم حاجه يا راجل. حد كان لا اله الا الله. انت كنت عارف ان في موضوع الكارد؟ احلف ان انت عارف ان في موضوع الكارد. انتوا مش هنضحك على بعضك، انتوا مشيتوا بره. هو انا عايز اقول لك ما جاي ما تقول لي مثلا ارتقينا خطوره توفيق عكاشه، قلنا الموضوع ما ينتظرش. لا لا نكمل الرساله وائل بيه. احنا نتحامل على توفيق عكاشه. الرساله دي بتروح دايما للنواب، خلاص زميلهم بيبعتوا كل يعني زميل بيبعت للاخر، مجموعه من الاعضاء بيبعتوا لبعضهم، ده مجموعات جروبات على الواتساب يعني على الواتساب، مش حاجه كل يوم. بس انا ما جاش رساله، انا ما شفتهاش. ما جاش رساله؟ كملها. لا كملها. طيب ولا حد يكلمني، اقسم بالله ولا حد يكلمني، ولا جات رساله ولا اعرف حاجة. انا خدت رايي زي ما طرأ من الناس من كلام الناس، وان احنا كان شكلنا وحش كنواب قدام الشعب المصري، ان احنا ما ناخدش الموقف ده ان المجلس بينظف ذاته، لان اي حته في الدنيا ذات داخليه فيها مشاكل، زي الرئيس فهمت كل حته المجلس بينظف ذاته. طبعا بينظف ذاته، واي نائب حتى لو انا ما كانش على طب المستوى. ما انتش حاسس انه ممكن يكون عندك بقع سوداء تانية ايضا تحتاج لو انت بتقوم عمليه؟ لا في طبعا، لا في بقع سوداء تحتاج. طبعا في. طب ما نظفتش ليه على طول؟ فرصه ما جاتش لسه. احنا لسه اللي جانا دورهم جاي. دورهم جاي. دورهم جاي. دورهم جاي. لا لا ما فيش. انا مجلس هطلع بس معايا السيده معايا مين يا جماعه؟ سيده وطنيه اتفضلي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. دكتور وائل اهلا بيك، اتفضل. احنا كده على طول زعلانين من اللي حصل للدكتور توفيق عكاشه. اتفضل. احنا من حقنا، احنا يا ريت احنا هننزل كلنا عند مجلس الشعب وهنقف وضد اللي عمله مجلس الشعب مع توفيق عكاشه. لا نعلي الصوت يا جماعه. انت بتقولي ايه؟ هتقف قدام مجلس الشعب وهنرفض اللي حصل للدكتور توفيق عكاشه؟ انت ضد اسقاط عضويته؟ احنا الشعب، وبتقول الشعب عايز كده، احنا هننزل. لا يا ما دام وطنيه، انتوا جزء من الشعب، مش عايز كل الناس. احنا عايزين نشوف الاغلبيه بقى، لما الناس تنزل ونقف عند المجلس تعرفوا ان في اغلبيه. طب يا جماعه حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. ده راجل مفجر ثوره 30 يوم وعمل كتير على فكره، دي خطه ممنهجه لاسقاط الراجل ده. الراجل ده عشان طلع في القناه بتاعته وهاجم ناس. هي مش قصه دي. انت اولا اقفلوا البنوك في مصر، وقفلوا الشركات، وقفلوا المعابد بتاعت اليهود، وقطعوا اسرائيل في الاتفاقيه. وده يا باشا لو سفير اسرائيلي مشي في مصر محدش هيعرفه. ده لو واحد يهودي مشي في مصر محدش هيعرفه. انتوا بتعلقوا عاملين اتفاقيه مع اسرائيل وبتعاملوا مع اسرائيل. انتوا دي حجه للراجل. حرام خراب البيوت وقفل القناه بتاعته وتشريد العاملين. خراب ده حرام. ليه يعني؟ ومين بقى في البرلمان ده يقول لنا انت عملت غير قانون الخدمه المدنيه؟ انتوا عارفين البرلمان ده هيتحل، لان الناس مش راضيه على ادائه. وبعدين مين اللي بيرفع الجزمه ضد الدكتور توفيق عكاشه؟ هو ما اعرفش مين كمال عادل. استاذه وطنيه، يعني لن احد يعني يتبنى ما اللي انت بتقوليه. والنائب اللي رفع الجزمه ده متحول للجنه خاصه وسينال عقابه امام المجلس. وكون ان الاستاذ توفيق عكاشه كان موجود في 30/6 وفي 25 يناير، كلنا كنا موجودين في 30/6 وبندافع عن البلد، وكلنا وطنيين. توفيق عكاشه في هذا الوقت بعد ان اصبح نائب اخطا، وعندما اخطا زيه زي اي نائب موجود في المجلس. مفيش نائب بالشفاعه نقول ان النائب ده اخطا يبقى نشفع له وما نحاسبوش علشان كان نزل معانا في 30/6 او 25 يناير. ده شيء مرفوض يا استاذه وطنيه. طيب استاذه وطنيه الف شكر. وهم بيقولوا هيعملوا وقفه امام مجلس النواب. استاذ سعيد من الاسكندريه، استاذ سعيد اتفضل. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. اهلا
ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. سؤال بيه يعني، يعني حضرتك اربع الساده النواب الاربعه اللي قدام حضرتك، حتى حضرتك يعني حضرتك ما انتش عارف تسيطر عليهم، لان ما انت يعني مش عارف تسمع من العضو دوت، فما بالك لما بيبقوا 600 عضو؟ خلي بالك هو ده اداء المجلس. عندك حق في ملاحظه يعني يشاركك فيها عدد كبير من المشاهدين، وان شاء الله نحاول ان احنا ننزع فتيل التداخلات دي ان شاء الله. اتفضل. سؤال بيه الاستاذ طبيعي كاشا، انا سؤال بيه يعني سامعين حضرتك يا باشا، انا يعني من ضمن الناس اللي يعني عرفت السياسه على ايد راجل، انا راجل مدير مدرسه، لكن الراجل دوت حببنا في السياسه، الراجل ده وقف خلاني سافرت من اسكندريه لمدينه نصر ايام الاخوان، الاساتذه اللي بيقولوا احنا كلنا كنا في 30/6 كانوا في 30/6 بس بعد الرؤيه مرادت، انما الراجل ده كان حاطط كفنه على ايده، واحنا لما رحت له من اسكندريه رحت مدينه نصر وهو واقف ضد الاخوان في عز مجد الاخوان، ما اعتقدش ان حد من الاساتذه كان موجود. ما فيش ولا انا مبسوط ان هو اللي عمله، انا مش مبسوط باللي عمله، اعتقد انه رئيس السيسي نفسه اللي ما خانتليش الذاكره انه راح له القناه بتاعته. محدش قفل القناه بتاعته على فكره يا عزيزي، هو اللي قفل القناه بتاعته، الراجل هو اللي قفل القناه وبيقول انا هبيع القناه، دي حريه بتاعته. النهارده قال انا ما انا هقفل القناه ومش دي حريه بتاعته هو، وكان منظره يصعب والله بجد لما قال لك ده، لما جه اعتذر وانا بعتذر للكل، وادي راسك ابوسها، وانا والله يا جماعه انا غلطان 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 غلطان، وكي يكررها اكتر من مره، والراجل يعني طب يخش، لماذا لم ياتي الى المجلس قبل ان هو كان ممنوع يخش، وهو هنا لانه ما هو ما مش هقدر يخش، ما هو ممنوع من حضور 10 جلسات، ممنوع 10 جلسات تطبيق. انا دلوقتي خلاص بص اقول لحضرتك، دائما العقوبه الاشد تجب العقوبه الاقل، هو فعلا العقوبه الاقل نادى عليه المجلس، العقوبه الاقل اللي هي ايه؟ حرمان وعشر جلسات. العقوبة الأشد إن أنا مجرد مش إن أنا أسقط عضويته، مجرد أصوت على إسقاط عضويته. فالمفترض لازم تستمع إليه. المفترض ونادى، والدكتور علاء عبد العال نادى عليه، نادى وهو عليه كان بره واتمنع يخش. صح ولا أنا غلطان؟ لا لا اتمنع يخش يا جماعة أنا. ما أنا هقول لك طب أنا هقول لك بقى على حاجة. ليه؟ هقول لك على حاجة عشان ما تفكروش إن القصة توفيق عكاشة. ما تسمعوا نسمعوا هتردوا يا جماعة. قول لنا اتفضل. عايزين نسمع. ما حدش يحتاج ويقول لي إن هو كان معاقب بعدم حضوره 10 جلسات. لأن أنا بصوت على عقوبة أشد. هو كان بره ونادى عليه الدكتور علي عبد العال منع إن هو يخش، ولكن أنا عايز أقول. لا يعني رئيس المجلس ينادي عليه والامن يمنعه خارج المجلس اللي واقف على البوابه، ما رضوش يدخلوه. هو كان في بقى انا شفته بره عايز يا جماعه نسمع، يا جماعه بيحاول يخش، مش احنا قلنا نسمع بقى نسمع. طيب هو خدت بحضرتك مع الاستاذ توفيق عكاشه، فواحد من النواب قال له ايه ده واخد 10 جلسات، قال لك خلاص يفضل بره. ازاي انا دلوقتي متهم في قضيه وحضرت في ومحبوس، الدنيا كلها سمعت ومحبوس في القضيه دي، عبد الله خدت بالك استنى بس في ايه هقول لك ومحبوس. اضطر استخدم الاسلوب ده يا جماعه، انا اسف بقى. لا في جرس وفي عصايه، انا هعمل هنجيب الجرس. المهم خدت بالك حضرتك الراجل ده جلسه ثانيه في قضيه ثانيه، احضر ولا ممنوع من الحضور الجلسه الثانيه؟ لا ده هنا حكم يعني، انت امام حكم اعدام، الحكم بتاع 10 جلسات ده وخفف يعني ابدا شبه سرقه غسيل يعني مثلا، يعني اعدام بقى كمان انت داخل في اعدام يعني ما حضرش يتكلم يقول كلمتين، ما جايز لو كان دخل وقال الاعتذار ده هو اللي الناس خدت بال حضرتك، جايز الناس اللي هي يعني كانت قلوبها قاسيه يعني شويه، هم لهم حق برضه، هم احرار كل واحد حر في قلبه. انا اتكلم بعد كده كان جايز الناس خدت بال حضرتك تقبلت منه الاعتذار، جايز بعض الناس خدت بال حضرتك لما يتكلم بدات تغير، خدت بالك والله الراجل ده اخطا، انت يا عم مش هتكرر تاني الخطا ده قدام الناس، والله ما هكرره قدام المجلس، وانا غلطان وبعتذر لكل الناس يا جماعه. طيب انا عايز تعالى عشان هسمع وجهه نظرهم وهطلع فاصل بعدها مش هتكلم تاني. الدكتور توفيق عكاشه اللي هو بيشكك في انه مش دكتور ومزور الشهاده بتاعته، الحقيقه في بعض النواب قالوا ان احنا عايزين نحوله للطب النفسي، لانه احنا بنكاد نجزم ان هو عنده انفصام في الشخصية، لانه بيأتي بالنهار داخل القاعة بشكل تاني خالص، وبالليل في البرنامج بشكل تاني خالص، ويجي تاني يوم الصبح تبص تلاقيه بيعتذر ويقعد يتوسل، والله العظيم بيتوسل، وبعد ويقعد يتمسح في الاعضاء، ويجي بالليل نفس الكلام. فعشان كده
ومش هتكلم تاني. عشان كده عشان كده المفترض كنا حولناها للطب النفسي، او المفترض لا 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 استنى بس معلش بنرفض 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 ماشي ولا هواصل بس كلامي في حته صغيره. المريض اللي ما ينفعش تقول عليه مريض، انا برفض هذا الكلام. هواصل الكلمه بتاع الكلمه بتاعتي. توفيق عكاشة باللي بيعمله ده اصبح عبئا على مجلس النواب، وكان لابد من التخلص منه بطريقه دستوريه واضحه. واضيف ان توفيق عكاشة بعد اسقاط العضويه عنه اصبح اشد خطرا، والمفترض ان يوضع تحت الاقامه الجبريه والحراسه ويمنع من السفر. اقامه جبريه اسمع انا بقول انت نايب في مجلس النواب. انا نايب في مجلس النواب. توضع توفيق عكاشة توفيق عكاشة باستضافته للسفير الاسرائيلي وبالهذيان اللي قاله عن سد النهضه وبالافراط اللي قاله في تناوله لحاجات تنفيذيه المفترض هو ما يخشش فيها خالص. تمام. المفترض يمنع من السفر، يمنع من السفر ويوضع تحت الاقامه الجبريه والحراسه. كنا نمنعه بقى ازاي بقى لما من غير ما نشيله بطرق قانونيه؟ طرق كتير جدا. في نائب ينفذ دستور القانون يطالب باتهامات كتير. ايوه يا استاذ وائل، الناس متخيله ان احنا متعاطفين مع توفيق عكاشة. لا احنا مش متعاطفين معاه لانه اساء للمجلس واساء للوطن. انت كنت عايز انه يتم دستوريا وقانونيا بالظبط كده، لكن لم يتم بشكل دستوري. انا دلوقتي لما انا اطمنك انه دستوريا، انما انا دلوقتي لما اسقطت ادويته اصبح اشد خطرا. ممكن يطلب اللجوء لاي دوله، ممكن يسافر بطريقه يعني غير قانونيه. اتكلم انا بقى ويصبح اشد خطرا زيه زي الاخوان واكثر. هطلع فاصل بعدها هنسال هنسال لسه في اسئله مهمة، في أسئلة متعلقة. لو شفتوا يا جماعة في أسئلة يعني نطلع فاصل ولا ما نطلعش؟ طيب نطلع فاصل. وفي أسئلة متعلقة بإن هل تخلص توفيق عكاشة من نفسي؟ يعني هل أنت يمكن أن تكون مسؤولا عن فكرة تكتيل الأعداء والخصوم بهذا الشكل، تكتلهم؟ ده جزء. جزء تاني كمان هنبقى في اسئله متعلقه كمان الخصومه الشخصيه. في جزء كمان الناس بتتكلم فيه المشهد اللي احنا شايفينه. نشوف يا استاذ اشرف في يعني هل لو دخل النائب توفيق عكاشة قبل اسقاط عضويته، انت بتقول لو دخل واتكلم كان يمكن ان يعمل انقسام. يعني لو قال انا بعتذر يا جماعه، جاوب عليها قبل الفاصل دي. بقى انا عايز اجاوب على الحته دي. لا 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 هنجاوب عليها بعد الفاصل. هطلع فاصل وهنجيب على ده.